مثل ما تعودتوا عم نطلع عليكم يوميا على شاشة الام تي في ونهي لكم طريقة الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. غرض متنوعة ومميزة واسعارها كتير مقبولة. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكن وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيصل لعندكم من دون اي كلفة اضافية وين ما كنتوا بلبنان. لكل ستات البيوت يلي بتهمون ريحتهم سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركيه. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركيه، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، نتركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانجل لحتى تقدر تنظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيالها شي تاني، شوفوا شو براكتيكال بنوطيها بهالشكل وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكن. واكيد هذا الشيء بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجه، يعني بمختصر فيكم ما تعطلوا هم اذا ولادكن وقعوا بسكوي او كورن فليكس او حيالله شيء ثاني. كثير سهله التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقه بنفضي الجارور الكبير من الاوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبه كثير هين، فينا نعلقها على الحيط او نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخذ محل ابدا. سوي برو بلس هي ماشين ما منضبها لانها تستعمل 365 يوم بالسنه، والعرض هلا مع سوي برو بلس في ثلاث هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكثير اشياء غيرهم، وهالفرشايه حتى اذا بدنا نشيل شيء على السريع. سوي برو بلس اكيد مكفوله لمده سنتين، لتحصلوا عليها تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. شو اورجانيزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو اورجانيزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت ما تقيله بالحمل. شو اورجانيزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكزيات مرتبه والها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز. قياسها مناسب كثير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا على شو أورجانيزر، والعرض هلا مقابل شراء 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وب 26 دولار بتوصل لعندكم بلا كلفة إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات بنضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا من برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار وللدوبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم إنه مكفولة لسنتين. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 39 دولار، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح لكم كيف. أولا معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، وبيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانيا بيجي فيها ضوين، ضو لنشوف قدامنا وضو لنشوف الارض. وثالثا واخيرا بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها اسهل بكثير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الايد، خاصه الاشخاص الكبار بالعمر لان على الاكيد رح يكون عندهم صعوبه انه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تراستيكين ب 39 دولار فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. لكل يلي بحبوا يعملوا اكسرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم،
فينا نستعملوا هالكرسي يلي بكل سهولة فينا نعمل عليها 10 دقايق كل يوم من دون أي تعب، لأنه نحنا ما قلنا إلا نشد بظهرنا لورا وهي بترجع بتطلعنا، لأنها مزودة بأربع رسورات وهيك منكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. هالآيرون شير فيكن تحصلوا عليها ب$60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية بمجرد الاتصال ببس سالور على 01-44-55-55. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخد وقت كتير. مع 60 سجن تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سجن تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سجن تبولة مغفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصلوا عليها ب$32. مش بس هيك، بيجي معها هالسلطة بولة هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سالور على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دايما تتصلوا على رقم بس سالور على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.